في حتى انواع السمك المختلفه، مش عندنا انواع السمك دي دلوقتي. كل ده يعني في النيل صح، موجود منها ده بعضها لسه موجود والبعض التاني طب الازرق المصري. طيب استاذنك نروح قطعه تانية، المره دي بقى تحدي اخر يعني، ده كان جداريه من مقبره، المره دي بقى هنروح يا ترى المقبره ولا لمعبد؟ يعني حضرتك بقى هتقول لنا، بس احنا لفت انتباهنا الناووس ده، واحنا قدام ايه لو تشرح لنا؟ ده ناووس من الحجر الجيري للملك نفرحتب. ناووس برضو نشرح للناس يعني ايه ناووس، يعني انا مش متخصص قوي في الجزء الاثري، ولكن ناووس تقريبا هي كانت حاجه بتستخدم في الحاجات الجنائزيه، الجنائزيه للملك. تمثيل جنائزي بالظبط. حاجه كان لها رمزيه معينه عنده، كان الملك بيمثل نفسه زي في العالم الاخر باشكال مختلفه، هو لابس الزي الرسمي بتاعه.